رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار علق لو أعيدت الانتخابات 20 مرة لن يفوز رعد حمودي برئاسة اللجنة الأولمبية. يعني بالحقيقة احنا كمكتب تنفيذي جرت انتخابات وفق اللجنة المشرفة على الانتخابات ومن 7 قضاة، لكن اليوم القضاء أعطى قراره بإبطال الانتخابات المكتب التنفيذي والجهة الأولمبية الوطنية العراقية، فبالتالي احنا علينا أن نحترم القضاء وأن نطبق قرارات القضاء العراقي، واحنا برأينا أنه القضاء عادل، واعتقد الخطوة المقبلة وضعت كل الأمور بيد الجمعية العمومية للجهة الأولمبية، سواء كانت رسالة للجهة الأولمبية الدولية أو القضاء العراقي اللي وضع أموره في الجمعية العمومية للجهة الأولمبية، واحنا كجمعية عمومية أيضا يعني راح نطعن او راح نميز القضاء العراقي لانه اتاح لنا هذه الفرصه، وايضا راح نعمل على مفاتحه اللجنه الاولمبيه الدوليه. بس انا اقول رساله انه كل الاساليب اللي جاي يستخدموها، اعتقد لو 20 مره صارت انتخابات وان عادت انتخابات لن يفوز رئيس اللجنه الاولمبيه السابق رعد حمودي.